لمناقشة تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران في العراق، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، بداية أهلا بك. الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن استعدادات لهجمات صاروخية عبر ميليشيات إيران في العراق، برأيك هل سترد إيران على مقتل العالم النووي محسن زادة في العراق مثلا؟ هل هذا ممكن؟ نعم، شكرا لكم. لا شك أن التصعيد ما بين واشنطن وطهران ليس جديدا. ربما يعني منذ عدة سنوات ونحن نشهد هذه البيانات التي تمتلئ بالتهديد والوعيد من كلا الطرفين. لكن تعلم أنه مقتل العالم النووي يعني محسن زادة ربما جعل واشنطن على أهبة الاستعداد من تحمل أو من توقع يعني ردا إيرانيا على 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 مصالحها في المنطقة. ولكن بعد أكثر من أسبوعين ولحد اليوم لم نرى أي رد إيراني على المصالح الأمريكية لا في العراق ولا في أي منطقة من العالم، وبالتالي ربما هنالك رغبة إيرانية حقيقية للتهدئة من أجل تمهيد الطريق لإنهاء ملف العقوبات الأمريكية على إيران مع مجيء الرئيس الإيراني الجديد، عفوا الرئيس الأمريكي الجديد، مع ما يقارب شهر تقريبا من الآن. وبالتالي ربما القيادة الإيرانية ستترك قضية الثأر للعالم النووي وتجعله في عداد الذين قتلوا، وعليه لا أتوقع حتى الآن أي رد حقيقي إيراني على مقتل العالم النووي. طيب الآن، وسواء حدثت الهجمات أم لم تحدث، ما سر التوقيت برأيك؟ وهل لدى إيران مثلا إمكانية لتلقي ضربة أخرى عقب مقتل مثلا سليماني وزاد؟ يعني إيران حتى الآن يعني تحاول أن تنقل حرب إلى المنطقة. يعني إيران يعني يبدو أنها راغبة أن تكون الحروب بالوكالة، وهذا لا يكلفها شيئا كثيرا. تعلم أن لدى إيران أذرع قوية أو ربما هشة في بعض الأحيان في العراق ولبنان وسوريا، وتريد عبر هذه الأذرع أن تبقي التهديد قائما على مصالح الولايات المتحدة. لكن أظن أن إيران اليوم يعني لا تريد كما ذكرت في البداية أن تفتح صفحة قتال مع واشنطن، وربما هي تريد أن تبدي أو تبدأ مرحلة جديدة من الحوار مع البيت الأبيض، ذلك لأنه يبدو أن العقوبات الأمريكية آتت كلها وكانت قوية ومؤثرة جدا على الإيرانيين، وبالتالي ربما هم يفضلون الذهاب نحو الترتيب مع البيت الأبيض بعيدا عن التصعيد. دكتور جاسم، يعني هناك معلومات ذكرتها صحف غربية تتحدث عن تحليق طائرات أمريكية من طراز بي 52 في الخليج العربي لردع إيران. هل هناك نية مثلا مبيتة لضرب إيران في أيام ترامب الأخيرة في البيت الأبيض؟ هل هذا وارد؟ بالمناسبة هذه الطلعات الجوية هي طلعات طبيعية من الولايات المتحدة، ذلك لأن الولايات المتحدة تريد دائما أن تثبت وجودها في المنطقة والعالم على اعتبار أنها القوة الأولى في العالم. لكن الغريب، وهنا يمكن أن يعني نتحدث عن ما تفضلت به، أن هذه الطلعات كانت مرتان في خلال 3 أسابيع. هنا تكون يعني النقطة التي يمكن أن نركز عليها، لماذا التركيز على هذه المنطقة والاقتراب من الحدود الجوية الإيرانية؟ ولم يكن طبعا الطائرات فقط من الولايات المتحدة، وإنما هنالك تقارير تحدثت عن طائرات سعودية وبحرينية ومن دول أخرى شاركت في هذه المهمة. وبالتالي ربما هو نوع من التخويف لإيران على أننا قادرون على أن
نقترب أكثر ولدينا القدرة على أن تطير طائراتنا لأكثر من 36 ساعة من أمريكا منطقة والعودة مرة ثانية إلى القاعدة، وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة فعلا على إيذاء إيران إن أرادت. الولايات المتحدة لديها عشرات القواعد الفعالة في المنطقة، وممكن خلال عدة ساعات أن ترتب قوتها وأن توجه ضربة كبيرة لطهران. لكن أعتقد أن الأمور لن تكون مثل ما كان مع مقتل سليماني، وحتى الرد على مقتل سليماني كما تابعنا لم يكن ردا قويا، وإنما كان مجرد صواريخ أطلقت على مناطق محصنة ربما أرادت إيران منه حفظ ماء الوجه لا أكثر ولا أقل. في سؤالي الأخير إليك دكتور جاسم، يعني إلى أي مدى تراهن إيران على مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة بالنظر إلى التحركات الأمريكية الأخيرة خصوصا في العراق؟ أنا أعتقد أنه كل من إيران وأمريكا لديهما مصالح في المنطقة، وهما مقتنعان جدا أن العراق هو ساحة لتصفية الحسابات بينهما، وهو أيضا يمكن أن يكون طاولة الحوار المرتقبة بين الطرفين. تعرف أن إيران وأمريكا هما الفاعلان الرئيسيان في المشهد العراقي، وبالتالي ربما سنرى تفاهمات إيرانية أمريكية جديدة في العراق، وكل هذا على حساب ومصلحة الشعب العراقي. وعليه أنا أعتقد أنه يفترض بالعراقيين أن يعوا أنهم يفترض أن يرفضوا أن يكون العراق ساحة للتصفية أو للمساومة ما بين طهران وواشنطن. عليهم أن يعملوا من أجل أن يكون هنالك قرار عراقي وطني. هذا القرار العراقي الوطني لا يمكن أن يكون إلا بحكومة عراقية وطنية، والحكومة العراقية الوطنية لا يمكن أن تكون إلا عبر ثورة شعبية عراقية سلمية. وعليه أنا أعتقد أننا في العراق يفترض أن نركز على هذه النقطة، أن نسعى لأن نكون محور مهم في المنطقة، وأن لا نكون مجرد ساحة لتصفية الحسابات لا بين طهران وواشنطن ولا بين أي دولة من دول المنطقة والعالم على الأرض العراقية. يفترض أن يكون هناك قرار وطني عراقي قادر على أن يفاوض من أجل مصلحة العراق والعراقي. الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.